اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. النهارده عايزين نتكلم عن الكواليتي امبروفمنت او تحسين الجوده. طبعا بنتكلم على جوده المنتج، جوده الخدمه، جوده العمليه، اي عمليه في الشركه. طيب امتى بشتغل بتحسين الجوده او الكواليتي امبروفمنت؟ لما يكون عندي مشكله مزمنه ولا انا عارف سببها ولا انا عارف حلها. يعني ايه مزمنه؟ يعني بتحصل بقالها فتره طويله من الزمن. يعني ايه؟ يعني بقالنا 20 سنة عندنا 5% من انتاجنا اهلاكات او سكراب، بقالنا 10 سنين عندنا 3% من الفواتير اللي بنطلعها للعملاء فيها اخطاء، وهكذا. بقالنا 5 سنين عندنا عدد كبير من شكاوى العملاء، 1% من مبيعاتنا بيرجع لنا مردود مبيعات. دي بقالنا 10 سنين in average. دي كلها اسمها مشاكل مزمنة. ليه؟ لأنها مستمرة بقالها فترة من الزمن وما احناش عارفين سببها ولا احنا عارفين ازاي نحلها. في الحالة دي بنتعامل معها بأي quality improvement methodology. زي ايه؟ فور اكزامبل، انا ممكن اتعامل بالبي دي سي اي بلان دو تشيك اكت ميثودولوجي، بجابانيز ميثودولوجي فور كواليتي امبروفمنت، ممكن اتعامل باللين ميثودولوجي، ممكن اتعامل بالسيكس سيجما ميثودولوجي. يبقى احنا عندنا ميثودولوجيز كتير اسمها كواليتي امبروفمنت ميثودولوجيز. ليه بتستعملها؟ علشان احسن اداء اي عمليه في المنشاه يحصل فيها اي مشكله، بس مش اي مشكله صدن، مشكله مستمره لفتره من الزمن، فبقدر اقول عليها انها مشكله مزمنه او كرونيك بروبلم. طيب ايه الفرق بين مشكله تحصل في نقطة معينة من الزمن وتنتهي، ومشكلة تحصل وتستمر معايا؟ ده اللي هنعرفه، وازاي نتعامل مع الاتنين ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا.